والسلام على رسول الله. أريد أن أقدم هذا النشاط لديال مدارس كمام الأطلس. بداية لابد أن أعرف بنفسي، بلماني الحسين مدير تربوي لمدارس كمام الأطلس منذ سنتين تقريبا، وهذه المؤسسة الرائدة في مدينة صفرو الجميلة. هذه المؤسسة بمواصفات ممتازة في جميع المجالات، في فضاء ممتاز، كذلك نقل جيد وجديد. هذا النشاط الذي ننظمه اليوم يوم 31 مارس 2017 يأتي تتويجا للمرحلة الثالثة من السنة الدراسية 2016-2017، ويأتي أيضا احتفاء بعيد الأم، وكذلك لشحد عزائم التلاميذ للاستمرار وللاجتهاد فيما تبقى من السنة الدراسية حتى نحقق إن شاء الله نتائج ترضي الآباء والأمهات. وشكرا لكم جميعا. بسم الله الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معكم عبد الفتاح محمدي مسير مدارس كمام الأطلس. نحن بصدد أمسية تربوية تأتي في إطار الأنشطة الموازية التي دأبت المؤسسة على تنظيمها، وهي من ضمن البرنامج السنوي للمؤسسة. ونقف هذه الوقفة في ما تم المنتصف الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي. أملنا في هذا هو إحداث ترفيه منظم لأطفالنا، وإحداث الفرحة والغبطة لديهم باعتبارهم أنهوا نصف الأسدوس الأول. نتمنى لهم توفيقا في مسيرتهم التربوية، ونتمنى إن شاء الله أن تسر هذه الأنشطة أباء وأمهات تلاميذ مدارس قمم الأطلس. السلام عليكم، فاروق المجيدي أستاذ الرياضيات في مدارس قمم الأطلس. كنرحب بصفرو بريس اللي شرفتنا بالتغطية ديال هذا الحدث التربوي الذي دأبت مؤسسة مدارس قمم الأطلس على إحيائه كل سنة، ألا وهو الاحتفال بعيد الأم. مؤسسة مدارس قمم الأطلس هي مؤسسة خاصة تأسست سنة 2011 بمدينة صفرو، فيها جميع الأسلاك. مؤسسة اللي هي تميزات وخرجت عن النمط التقليدي ديال التعليم، حيث ركزت على الأنشطة الموازية. خير دليل على ذلك النشاط اللي كتقوم به اليوم اللي قلنا هو الاحتفال بعيد الأم. عيد الأم كما تعلمون الإسلام ما قلناش أننا نحتفل بيوم فقط، لكن هذا دأبت يعني كل الدول وكل المؤسسات بالاحتفال بهذا اليوم. حنا كنحتفلوا به، كنحتفلوا الأمهات كل يوم، ولكن خصنا لهم هذا النهار. هذا كما شفتوا التلاميذ قدموا منتوجات تربويه، اناشيد وعروض ورقصات استعراضيه. كنرحب بكم مجددا وشكرا لكم على التغطيه. السلام عليكم، انا منيا الطهري، الام ديال معزوز الشرقي الاعدادي واسيا معزوز ابتدائي في المدرسه ديال قمم الاطلس. يعني شوش نقول، ولادي دازو في دوطخ ايكول من بريفي، ولكن الحمد لله انا ارتحيت بزاف باسكو الوليد عندي ديجا عنده مشكل في الصحه ديالو وداكشي. هنا ما كيحسش بالعقد صراحه، ما كيحسش بالعقد، بالعكس مدامج ونشط وكيبغي من الاساتذه وكيحماق، كيجي المدرسه هو فرحان. انت كلبتي تاهي في ابتدائي الحمد لله فرحانه، وهذا الشيء ما كنتش كنتوقع. اولا ما كنتش نشطه بحال هكا بهذا المستوى هكا راقي صراحة، شفنا حنا بنات خرين كنخرجو ديما مغيرين والله القسم. بس لا بخومييغ فوا لي زعما عجبني الحال، وكنتمنى نكون مزيد من العطاء ما شاء الله. الحمد لله حنا مرتاحين، وليداتنا مرتاحين، هذا هو ليسونسيال. شكرا. اسمي هيبان وطي، أدرس في القسم السادس ابتدائي بمدرسة قمم الأطلس، وأرحب بكم في هذا اليوم الذي نحتفل به في عيد الأم، وأرحب بكم مرة ثانية. أنا يزيد مزيود، أدرس في مدارس قمم الأطلس في المستوى الثاني إعدادي. أدرس في مدارس قمم الأطلس من سنة 2013. اليوم المدرسة قمم الأطلس تقوم بنشاط مدرسي بمناسبة عيد الأم. أنا فرح بهذه المناسبة، وأقدم الشكر للمدير عبد الفتاح محمدي
وجميع الأطر في هذه المدرسة. وشكرا.